صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم العربي والعالم بحلقة جديدة من برنامج دنك للموسم الجديد يلي بيصادف مع أيام عيد الأضحى المبارك اللي منتمنى ينعاد على الجميع بالصحة والخير والعافية. موسم جديد مثل كل المواسم استثنائي بكل معنى الكلمة، إن كان بالمنافسة اللي رح تشمل 6 أندية دعمت صفوفها بشكل كبير أو بحدة الخلافات اللي بلشت قبل انطلاق الصفرة الأولى مع توقيع اللاعب اللبناني الأسترالي جوليان خزوع أو هزوح على شوفات الحكمة وبسببه تأجلت المباريات للأسبوع الجاي. قبل ما نعرفكم على ضيفنا الخبير بالرياضة اللبنانية وعلى بالأخص بكرة السلة منسق قطاع الرياضة بالتيار الوطني الحر جهاد سلامة، خلونا نشوف أبرز عناوين حلقتنا لليوم. هل رح تنتهي مشكلة جوليان قزوح يلعب بالدوري اللبناني ويلبس كنزة منتخب الأرز؟ شو هو موقف الاتحاد والأندية الستة؟ وهل رح تنسحب من بطولة لبنان؟ شو رأي وزارة الشباب والرياضة وهل رح تنحسم الأمور عند القضاء العسكري؟ بطولة لبنان والعاني رح تبلش السبت الجاي أم رح يكون في تأجيل جديد؟ الاتحاد الجديد مثل العادة أم اتحاد تكنوقراط؟ هيدي هي أبرز عناوين حلقتنا لليوم. أستاذ جهاد صباح الخير وينعاد عليك وعلى كل اللبنانيين بالخير والعالم والبركة. أنا بضم صوتي لإلك كمان وأكيد بعيد جميع اللبنانيين بعيد الأضحى. أستاذ جهاد، يعني شفنا العناوين، كانت الحلقة يمكن الأسبوع الماضي يلي تأجلت وكنا متفقين معك بسبب الأحداث يلي شهدها لبنان للأسف متجهة لموضوع الانتخابات هو الأبرز، ولكن اليوم موضوع جوليان الزوح هو الأبرز على الساحة السلوية اللبنانية. خلينا نشوف تقرير صغير عن هاللاعب وأين ولد وكيف الأمور عم تصير ونرجع نحكي بالتفاصيل أكثر. Craziest person on the team? Ben Knight, easily. Who is the funniest? هاللاعب اللي خلق بأستراليا هو من بلدة بعقلين الفوقة. بيو سجل زواجه من مرته الأسترالية تحت رقم السجل 431. الوالد توفى وترك جوليان بعمر 4 سنين مع خيه وأخته اللي ربطن أمهن الأسترالية، وكبر جوليان لصار لاعب محترف. وتعرفوا عليه اللبنانية من الإنترنت، فعرض عليه الرئيس السابق بيير كيخيا يلعب لمنتخب لبنان، لكن طموحه كان يلعب للبلد اللي تربى فيه. الغلطة الكبيرة اللي عملها بنظر اللبنانية كانت أكبر من أنه رفض يلبس كنزة البلد اللي ما بيعرفه، وهو أنه لعب بدور الكيان الصهيوني، لكن بالنسبة له كان أمر عادي على اعتبار أنه ما بيعرف شو يعني مقاطعة العرب اللي هو واحد منهم لكيان عدو. الخبر انتشر بالوسائل الإعلامية، أندية اعترضت وأندية مش فارقة معها، والنتيجة اجتماعات ومطالب وهروب اتحادي عبر تأجيل الدوري. فهل رح يكون الحل عند القضاء العسكري؟ يعني هيدي هي أبرز المواضيع يلي اتطرقنا لها واتطرق لها الإعلام اللبناني. أستاذ جهاد، واحد من الخبراء القانونيين بعالم الرياضة اللبنانية، الوضع القانوني لجوليان الزوح كيف بتشوفه؟ أول شيء خلينا ننطلي، أول شيء قل لي كم مرة تلقيت اتصالات بهذا الموضوع خلال اليومين الماضيين؟ قد ما بدك قد ما بدك، ما سكت التليفون. هلا تنحط شوي الوضع بإطاره القانوني، لازم ننطلي من قرار معالي الوزير استاذ فيصل كرامي اللي طلعوا ب5/1/2012 يلي هو كان على أثر زوبعة خلقتها وجود اللاعب سام هوسكنز بصفوف نادي شانفيل. أثار الإعلام هذا الموضوع، تبين انه هذا الوضع ما بدق بس بهذا اللاعب، هذا الوضع بينطبق على عدة لاعبين مروا بتاريخ الرياضة اللبنانية، ان كان بكرة القدم، ان كان بكرة الطائرة، ان كان بكرة السلة وبغير العاب، وكانوا عطول في هاللاعبين المحترفين بيمرقوا عدة دول، من بين هالدول كانوا يمرقوا على الكيان الصهيوني. وبالتالي وقت اثيرت الزوبعة وما كان يمثل فريق شونفيل وقتها، وانه كان جنس كمان، قامت وقت القيامة الوزير بوقتها اخذ قرار، وهذا القرار كان مدروس جدا على أساس أنه ما كان بده كمان يخرب وضع الأندية. طلع قرار، نقري القرار سوا، وعلى هالقرار، على ضوء هالقرار
القرار اللي هو يمنع منع إيه بس القرار مش هيك بينتهي، القرار مش هيك بينتهي، هذا القرار له رح نكمل نقرا القرار سوا وقول لك شو بيقول القرار. بيقول الوزير بوقتها يمنع على الهيئات، هذا بمعزل اذا القرار اخذ صفه قانونيه قايمه، لا لانه قرار الوزير كان مفترض يمرق على مجلس نواب، على لانه نحن اليوم بلبنان يعني بتحدد علاقتنا بيننا وبين اسرائيل هي القانون العقوبات اللبناني، بالتالي اي قرار ما بيقدر يطغى على قانون العقوبات. خلينا نكون هيدي اول شيء يفهم المشاهد انه القرار هو قرار يطبق، بس اذا حدا باي باي وزاره كان، مش بس وزاره الرياضه، باي بقطاع بوزارات الدوله، اي قرار بياخده اي معالي وزير وما بيرضي الجهه المقابله فيها، هذا القرار تطعن عند مراجع خاصه. القرار تناخذ القرار مثل ما هو، القرار بيقول يمنع على الهيئات الرياضيه اللبنانيه استقدام اي لاعب او مدرب اجنبي ممن سبق لهم اللعب في اسرائيل. كل العالم قريت لهون وبس، ما حدا قري كماله القرار. شو بيقول القرار؟ وتتحمل هذه الهيئات كامل مسؤولية في حصول ذلك. شو معناتها؟ يعني معالي الوزير قال يمنع حدا يكون لاعب إسرائيلي يجي لبنان، بس إذا صارت المسؤولية بتحملها هيئة رياضية. يعني في مكان ما إذا هيئة رياضية أرادت إنه تقدم على هيك خطوة في لها مسؤولية. شو هي مسؤولية؟ بحددها القضاء، بحددها القانون، مش معالي الوزير. يعني القرار هو بحد ذاته مقسم إلى جزئين، كلنا قرينا الجزء الأول والإعلام كله قال الوزير قرر إنه ما حدا يجي يكون بإسرائيل، بس القرار واضح جدا برجع بقريه مرة تانية. وتتحمل هذه الهيئات أي هيئة رياضية أي نادي أي اتحاد أي كان كامل مسؤولية في حال حصول ذلك، يعني في مجال الحصول، في حال حصول يعني في مجال الحصول. وبالتالي هيدا القرار الأندية تنفذ، يعني تقريبا معظم الأندية إذا مش أكتريتها إذا مش كلها تقيدت بموجب هذا القرار. وبطارق هيك فجأة من أسبوعين تبين اسم جوليان، طلع أنه في نادي حكمة منظم ملفاته، وهذا موضوع إحنا كلنا عرفنا من بعد ما الإعلام نشره، ما حدا يعني نادي عم يعمل بسرية تامة موضوع استقدام لاعب بنظره هو بيعطي زيادة لكرة السلة بلبنان. فتش هذا اللاعب لقى اسمه وبيعرف أنه جوليان الزوح، لقى أنه في بروبليم هو أنه مارق في فترة من الفترات يمكن بدولة الكيان الصهيوني. سأل طلع نزل لقى أنه هذا الموضوع تحكمه القوانين اللبنانية، كمل بهذا الموضوع وجاب هذا اللاعب وصار المشكلة اللي كلنا بنعرفها شو صارت. أنا بنظري القانون اللبناني هو اللي بيحدد إطار أطر التعامل بين كل شخص وشخص، بين كل مؤسسة ومؤسسة، بين كل هيئة ووزارة، بين كل شخص بفوت على دولة لبنانية. اليوم هالقوانين هي لازم ترعى حدوث وحضور أي شخص بيجي على لبنان. هلأ في عندك ناحية القانونية وعندك الناحية الدول يعني لبنان وكيان وكيف تركيب. هون السؤال أنه خلينا نكمل بالإنون، خلينا نكمل بالإنون. رحنا كلنا بتعرف أنت أستاذ إبراهيم أنه رحنا كلنا تابعين، رحنا كلنا اليوم رياضيين. أنا استضافتك لإلي أنت عرفت عني أنه أنا منسق قطاع رياضة بالتيار الوطني الحر حتما، بس أنا ما تنسى أنه أنا محاضر أولمبي في إدارة رياضية، وأنا من نتنشأ الحركة الأولمبية وأنا بحاضر بالحركة الأولمبية. صحيح. والحركة الأولمبية والمبادئ الأولمبية هي اللي بتلعى الرياضة بكل العالم، وممنوع على أي دولة مهما على شأنها مش وزير دولة تنكس يما تقدر مس بمبادئ الحركة الأولمبية الدولية على أساسها. يعني هلأ حنحط مسؤول قطاع الرياضة حدا محاضر أولمبي حتما حتما، لأنه كل دولة فيها بقلبها لجنة أولمبية وطنية بدها تلتزم أنه تفوت على اللجنة الأولمبية الدولية، بدها تمضي هي على أنه هي موافقة على الشريعة الأولمبية. صحيح. واللجنة الأولمبية اللبنانية إحدى هاللجان الأولمبية الوطنيات بالعالم يلي ملتزمة بالشريعة الأولمبية. إذا بنيجي ناخد الشريعة الأولمبية شو بتقول بالإنجليزي؟ Any form of discrimination with regard to a country or a person on ground or race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with the rules of IOC. واضح هيدي الشرعة الأولمبية، من ترجم أي نوع من التمييز ناحية الدولة، ناحية الشخص، اللون، العرق، الدين، السياسة ممنوع منعا باتا بالشرعة الأولمبية. وبالتالي إذا ما نأخذ من الناحية الرياضية، اللجنة الأولمبية الدولية وصلت أنه تعمل مع الأمم المتحدة اتفاق انه وقت يكون في العاب اولمبيه ما العاب رياضيه ما دوليه ويكون في
في حرب بين دولتين، الدولتين بتلتزم انه الحرب توقف خلال الالعاب الاولمبيه لانه السلام لازم يكون هو بس يعني. هون استاذ جهاد هيدا الشيء اللي عم تتفضل وتحكي فيه اكيد هو شيء قانون هلا بعدين بيجي نحكي على واقع دولتنا يعني عم بيقولوا واقع دولتنا انه هناك بدايه عظيم. تطبيع خليك معي خليك معي رحنا اول شيء دوله محترمين هذا الميثاق الاولمبي محترمينا على مر التاريخ رحنا اليوم في عندنا واقع هذا الواقع كلنا ما حدا بيزيد على الثاني فيه وما حدا بيجي بقى يتهم الثاني بمغالاته لهالواقع كلنا مقتنعين وكلنا مسلمين جدلا وكلنا بنبصم بالعشرة وموافقين على انه هذا الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب لدولة فلسطين ما حدا عنده ابدا شك بهذا الموضوع ما حدا عم بيشارع بهالموضوع بس اليوم بالرياضة في شرعة أولمبية قلت لك انك انت تتيجي تشارك ببطولة العالم بالفوتبول بطولة العالم بالباسكتبول بطولة العالم بالفوليبول وبطولة العالم بالتايكوندو وبكل بطولات العالم وتتشارك بالألعاب الآسيوية وتتشارك بالألعاب الأولمبية بدك تكون موافق أنت على الشرع الأولمبية إذا أنت اليوم بدك تنكس فيها في مكان ما في مكان ما أي شكوى بهالموضوع بتجمد الرياضة بلبنان أنا وقت طلع قرار وزير كنت من الأشخاص اللي قلت إنه هيدا كان خطأ بالشكل بالمضمون كان بيسوى نتلقى له صيغة نقدر نفوت فيها على مجلس نواب على الحكومة نلاقي صيغة ما تتعارض مع الشرع الأولمبية بس القرار بحد ذاته هو قرار حتما نية وزير خليك معي نية وزير هي نية سليمة وحتما اللي صار هو عمل وطني بس هل يا ترى هيدا كعم نحكي شرعة أولمبية ورياضية بيعرضنا للخطر بيعرضنا خطر ايه في مكان ما هلأ في البعض بيقول لك ايه انا بين انه طبع مع إسرائيل وبين إنه الرياضة اللبنانية كلها توقف أنا بأخذ عدم تطبيع مع إسرائيل إيه بس هي ترى هيدا الموضوع لوين بيوصل عزل لبنان بالرياضة إيه بيوصل في مكان ما وهو دول أكتر من هيك وأقل من هيك تم عزله بمثل الكويت وغير الكويت لأكثر لأبسط من هيك لأنه اللجنة الأولمبية ما عم تلتزم بالشرع الأولمبية إلى كذا سنة موقفة يعني بتصوت بتشارك المنتخب الكويت باسم اللجنة الأولمبية الدولية ومؤخرا شفنا نادي لأنه بالكويت باسكتبول بعد هالاتحاد الدولي ما عم يخليهم لأندية الكويت تشارك ليش لأنه مش عم يطيب لأنه اللجنة الأولمبية طيب. بالكويت ما أنا موافقة على الشرع الأولمبية اتحاد الباسكتبول بالكويت الضامن مع اللجنة الأولمبية وبالتالي نحن مسؤولين مسؤولين بدنا نقارب الموضوع بطريقة مسؤولة بدنا نحلل اللي صار بدنا نشوف هل يا ترى جوليان تعامل مع إسرائيل هل يتولى جوليان هو عميل إسرائيلي؟ حتماً نحن هيدا الموضوع ما منقربه بس إذا اليوم جوليان وقت فات ومثل ما أنا فت بالملف أنا صراحةً تأجي على حلقة مثل حلقتك حلقة رقم واحد اليوم بلبنان بكرة السلة ما فيني ما أكون محضر ملفي أنا جيت نبشت ملف جوليان ونبشت ملف القضاء اللبناني والقانون العقوبات اللبناني وقرار الوزير وعمل دراستي أنا شخص خبير بالإدارة الرياضية وشفت الموضوع شفت كيف فات جوليان على الكيان الصهيوني فات بصفته الأسترالية أو القانون اللبناني قانون العقوبات اللبناني بس تقلك المادة 285 اللي كلنا بنحكي عليها بتقلك خليني لا قلك إياها بتقلك عقوبات أن يكون فاعل لبنانيا بس أي واحد غير لبناني فلا يمكن أن يطاله القانون اللبناني سواء كان هذا الأجنبي من رعاية دول معادية أو صديق أو محايدة يعني جوليان وقت فات على إسرائيل كان هو رعاية دول أجنبية فات على كيان صهيوني هلأ بدي أرجع لهم لهيدون النقاط بالتفصيل يعني نقطة نقطة رح نحكي فيهم ولكن أنا عندي لك مقدمة 100% إذا المقدمة هيك يعني منا حلقة معك سجيات أنت اللي عم تحكيه بدأ حلقة 3 ساعات يعني نحكي إنون هلأ إذا ما نحكي واقع عواطف. لبنان رح نحكي واقع لبنان وبعطي رأيي أنا بواقع لبنان بس أنا حكيتك إنون معي المتحدث الرسمي باسم الأندية المعترضة الخمسة الأستاذ جودت شاكر صباح الخير أستاذ جودت بس صوت التلفزيون لو سمحت استاذ جودت توطي صباح النور اهلا استاذ جودت السؤال الابرز المطروح اليوم انتو كانديه معترضه على مشاركه اللاعب اللبناني الاسترالي الجنسيه جوليان الزوح يعني عم نسمع الاستاذ جهاد على صعيد الشرعه الاولمبيه هذا الموضوع بيعرضنا للخطر برايك لوين رايح هذا الموضوع شوف بدك توطي لي صوت التلفزيون لو سمحت انا بس بدي احكيك انه في دول الشرعة الأولمبية واللي هذا كله أنا اتفهمتها من بس بالأول صباح الخير لك الأستاذ جهاد ومبروك رجعتك وبرنامجك واستقبلت يعني أهم شخصية بيناتنا بالرياضة بس هالشرعة الأولمبية في دول عربية عملت سلام مع إسرائيل وصار لعشرات السنين ما لقينا لاعب إسرائيل عم يلعب بمصر أو لاعب مصري عم يلعب بإسرائيل يعني نحن اللي ما عاملين سلام بدنا نسبقهم بالموضوع
يعني بعدين السرعة الأولمبية بتفرض علينا سلام مع إسرائيل، يعني أنا شايفها هيدي تطبيع عالمي. بعدين الملف الكامل صار له 5 سنين الشخص كان عم بينحكى معه قبل ما يروح على إسرائيل، كان عم بينحكى معه يلعب مع منتخب لبنان، بعدين راح على إسرائيل ووقفت المفاوضات هون. عن أيام بيير كيخيا لما كان رئيس اتحاد عرضنا عليه أنه يجي يلعب. هلأ إذا بدنا نقول أنه لبنان عايستفيد منه وهو نفط لبنان وهو النفط الضايع بالرياضة، لا غلط، هذا لعب مع منتخب أستراليا وأخذ الجنسية بعد ما فوق 20 سنة، يعني هالحالتين حالة منهم وحدة بتمنعه يلعب مع المنتخب، يعني المنتخب نحطه على جنب. بعدين من 3 أشهر أو 4 أشهر انعرض علينا نحن كنادي رياضي أنه يجي يلعب معنا، رفضنا رفض تام لأنه نحن ما بنتقبل أنه يعني استاذ جودة قصة العرض انعرض عليكم، نادي الحكمة امبارح رفض رفضا قاطعا وقال بنتحدى انه يكون انعرض على اي نادي لبناني. هيدا امبارح انا ما شفت تصاريح من الاستاذ جان حساس مع احترامي له، وقال 3/4 الاندية كانت عم بتموت لتقضي، هذا غلط. ما في 3/4 الاندية ولا في واحد، ما بفتكر في نادي بلبنان منه عارف بقصة جوليان قزدوح وبده منعطيه إثباتات كيف اللي انعرض وفي إيميلات وفي هذا. نحن بنرفض يعني، بس إنه شتي وصيف على سطح واحد، إنه مثلا لعب هوسكنز بإسرائيل ولعب بالشونفيل قامت الدنيا وقعدت وكل الوطنية والغيارة، هلا لأنه لعب مع الحكمة لازم نجيب القوانين الأولمبية والعدة. شكرا. احنا برات الموضوع اخي ابراهيم. نحن اذا لعب باسرائيل لو كان مايكل جوردن مش حنلعبه بالنادي الرياضي. شكرا. ولا انا اللي افتح له البيت. شكرا لك استاذ، تكون واضحه مش انه نحن عم نزايد لناخده. واضح. شكرا لك استاذ جودة شاكر مدير الانشطه بالنادي الرياضي على هالمداخله. في اجوبه لازم نقولها سريعه على سريعه من نختصر حتى نكسب سريعه. وقتها لعب سام هوسكنز بشونفيل كمان، وقتها طلع مين يقول انه الشرع الأولمبية بتقول هذا الشيء ما بيتطبق على سام هوسكنز وما لازم يصير. لا مش مزبوط. واحد تاني شيء استاذ جودة قال انه احنا ما بنرضى لاعب اسرائيلي، وما شفنا تبادل بين اسرائيل ومصر. حتما ولا لبنان بيرضى انه لاعب اسرائيلي يجي يلعب بلبنان، ولا هالشيء رح يصير. احنا بنقول لاعب اجنبي. بس انا بسال استاذ جودة وبسال كل يلي بهذا الموضوع، احنا اليوم بالموضوع لازم نكون واقعيين شوي بالدوله. طيب احنا اليوم في محطات اساسيه بهذا الموضوع، مثل اليوم المواطن اللبناني يلي بغنى عن التعريف، بغنى عن وطنيته، قديش عم يساعد لبنان وعم يستثمر بلبنان. كارلوس غصن كلنا من معرف انه في احدى المرات كان بدوله صهيونيه بدوله كيان، بنفس النهار ترك واجى على لبنان واستقبله رئيس جمهوريه وكرمه واستقبلته الدوله اللبنانيه كلها بكافه كباره، ولانه عم يستثمر بلبنان وانه شخص لبناني وعنده جنسيه لبنانيه. بس وقت فات على اسرائيل فات بباسبوره الامريكاني ورجع اجى على لبنان فات. طيب وما قامت القيامه وهذا عم يستثمر بلبنان، وهذا مرق باسرائيل كمان. في محطات كثير كبيره مثل هيدي، نحن بدنا نفصل التعامل مع اسرائيل كتجسس وكدول وشخص جاي يتعامل مع دوله عدوه ممنوع منعا باتا، كشخص مرق بحكم وظيفته بحكم. اليوم انت بتعرف انه في كثير فنادق وفي كثير مدراء بلبنان بيشتغلوا في بعده قطاعات، بيكونوا بيبرموا هودي لانه اجانب بيبرموا عده دول، بيمرقوا بيروحوا على دولتهم بغيروا باسبورهم بيشتغلوا بلبنان. اذا هذا الموضوع بدنا نفوت فيه نحن بنشكل لحالنا حاله احراج دوليه كثير كبيره. نحن لازم يكون عندنا ثوابت متفقين عليها. كلنا ضد اسرائيل حتما لانه مغتص باراضينا حتما. نحن كل واحد بيثبت انه هو تعامل مع اسرائيل احنا ضده. طيب حتما. بس اليوم قلت لي عن اليوم لازم نكون بس لازم نكون منفتحين. نحن اليوم لازم نكون منفتحين على مصلحه بلدنا، انه نحن اليوم اذا بنعرف كلنا انه شخص منه متعامل مع اسرائيل ومنه اليوم وبالرياضه بيقدر يفيدنا بغير قطاع، لازم هذا الموضوع يكون شوي في اخذ وعطى فيه، اخذ وعطى بناء على احترام القوانين. بناء تنتبه تنحترم القوانين تنحترم القوانين. انا بحكيك لغايه هلا اليوم بصفتي المحاضر الاولمبي، لانه انا كمحاضر اولمبي بدي انقذ لبنان من اي خلفيه. طيب رياضية. هذا الموضوع احنا بمس فينا بالاداره الرياضيه. هلا اذا بنحكي بعدين الشق السياسي يا الشق الوطني بحكيك، انا اعطيتك هلا رايي بدي اجوبه سريعه في مجال تفضل.
أول شيء هل أجريت اتصال بالوزير فيصل كرامي لمعالجة هذا الموضوع؟ أنا بحكيك هلا أنا اليوم ما بعرف إذا نادي الحكمة هو لازم يعمل اتصال وما بعرف إذا شيء لأن أنا مني كتير مطلع. أنا بس تم كلنا نعرف هذا موضوع إذا عم نحكي على صعيد الشرع الأولمبية بالقانون عم تحكي. حتماً. يعني الموضوع بده حل على الطريقة اللبنانية. حتماً اليوم أنا كشخصياً رح يكون في اتصال قريباً بكرة تنين ثلاثة وهذا موضوع رح وضحه بمن ناحية الحصانة الرياضية تما يكون في أي تبعية على لبنان بالموضوع. برأيك الأمور لوين رايحة؟ أنت من وجهة نظرك على الطريقة اللبنانية عندك معطيات؟ أنا حتماً عندي معطيات. أنا برأيي هذا الموضوع رح يلعب نتركه. لا لا ما خص ما فينا نقول إذا بيلعب بيلعب نتركه للقضاء اللبناني للقانون اللبناني. أي متى القضاء جاهز ليدفع لهذا الموضوع؟ في 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 آلية لازم تتبع حتماً. النادي اللي عمل كل هالتخطيط يوصل لهون متبع هالآلية. الآلية هذه بتوصل لخواتمها حسب الخاتمة اللي بتيجي من القضاء اللبناني. هي لازم تكون مصدر رسمي بيقرر هالشيء وساعتها هيدا بده يكون موضوع قانوني بحت ويطبق حسب شو بتطلع القانون شو بيطلع القرار ان كان سلبا يا ما ايجابا. حدا من نادي الحكمة اجرى اتصال بمعالي الوزير فيصل كرامي؟ حسب معلوماتي انا كان في حديث امبارح انا ورئيس نادي الحكمة كنت قاعد انا وياه وقال لي انه حاول يتصل بمعالي الوزير. اتصل بمدير مكتبه وقال له حابين ننزل نعمل له زيارة ومدير مكتب قال له ورا الاعياد حتما بنحدد زيارة. برايك انت من وجهة نظرك رح يلعب جوليان؟ انا شخصيا اذا بدك تيجي تاخذ من الناحيه القانونيه انا بلاقي انه الناحيه القانونيه اليوم لصالح جوليان. الناحيه القانونيه طيب شو بتعمل بهدول الخمس ست انديه اللي هن عمشيت المتحد الرياضي بيبلوس هوبس شو بتعمل فيهم هدول اللي عم بقولوا بعيدا عن القانون بعيدا عن شو اسمه هيدا موضوع في تطبيع ونحن لا يمكن خلي الحكم يلعب لحاله. انا برايي حوار مع هالانديه وفتح الملفات وكل شيء يمكن عندي انا سمعت عندي حكوا معي البعض منهم. الاكثريه كانت عم تقول الاكثريه انتبه ما بدي اجزم الاكثريه كانت عم تقول بحديثه انه نحن اليوم القرار تبول مع الوزير نحن يدنا فيه لو عرفنا كنا جبنا. يعني الاكثريه الانديه بدها تجيب لاعبين انه مشوا على الكل يعني اذا اكثريه الانديه بدها تجيب لاعبين. ليه؟ لانه اللاعبين يلي بيمرقوا بعده دول ونحن بتعرف الانديه اللبنانيه بتفوت على الانترنت تعمل سيرش بيلاقوا لاعب سعر مثل سعره هالقد بيجوا تيجيبوه بيطلع انه مارق باسرائيل بيكون سعره اكس. اللاعبين اللي مش مارقين باسرائيل صاروا 2 و3 مهود الايجنت بتعرف هودي مافيا. الايجنت مافيا الايجنت اللي عم يجيبوا اللعيبه للبنان والغير لبنان مافيا عرفوا بهذا الموضوع. الايجنت اللبناني وغير اللبناني عرفوا انه في صار في هيك صاروا عم يستفسروا عم بيليون ابتزاز الانديه. شو عم يصير اليوم عم يجوا هيدا الايجنت هيدا اللعيب مش لاعبين اسرائيل عم يجوا هيدا الايجنت حقه 50,000 دولار صح. اللاعب مارق باسرائيل حقه 10,000 عم يحطوك امام امر واقع وما بتعرف اذا هيدا اللاعب عم تشتري ب 50,000 ومنيح يا ما مش منيح ما بتعرف عم تشتري سمك بالماي انت وبالتالي عم يصاروا عم يبتزون للانديه وبالتالي هيدا حرام. الانديه اللبنانيه اليوم ما عم تلاقي مصرياتها. كل نادي اليوم عم بيكون في عنده شغل شاق جدا انه يجمع مصرياته ان كان من تبرعات ان كان من حفلات ان كان من مساعدات من الدوله ان كان من مساعدات خاصه ان كان من عده طرق. وبالتالي اليوم الانديه اللبنانيه منا انديه غنيه مثل اوروبا وفي عندها استثمارات كبيره وعندها نوع من تور اوفر بفوت لمدخول معين. ونحن هون لازم نكون واعيين انه هذا الموضوع عم بيشكل سلبا على مستوى كره السله اللبنانيه لانه صاروا اللاعبين صاروا مغربلين وصاروا عم بي. والبعض قال انه مازال شو رح توقف العمليه على لاعب انه اذا لبنان بده ياخذ اذا اليوم بده ياخذ نادي لاعب وهو يجيب له بطوله مارق باسرائيل بلا هالبطوله. مش لازم نفكر هيك مع احترامي للاشخاص اللي له هيك مش لازم نفكر هيك لانه نحن اليوم كلنا متفقين مع هالشخص ذاته انه اسرائيل هي دوله غاصبه. بس لازم يعرف انه رياضه وخاصة الأشخاص اللي بيتعاطوا بالرياضة وخاصة الأشخاص مسؤولين بالرياضة إن كان على مستوى الأهلي يما الرسمي لازم يعرفوا الأطر اللي بتنظم الرياضة بالعالم وتكون هي المعيار اللي كلهم شايفينه. أنا برأيي هالأندية لما نحكي رحنا وياه هون بمخاطر هيدا الموضوع وبمسؤولية الدولة اللبنانية وبمسؤوليتهم هن تجاه هيدا الموضوع وين أطر بتحدد التعامل. من المفترض نحن هون اليوم نكون في نوع من الأخذ والعطاء بهالموضوع ونلاقي حل يأمن مصلحة الجميع. هي يأمن مصلحة يعني الجميع. أنا حتى كمان كان في اتصال مع كمان مثلك معظم الأندية حتى ما أقول كلهم كان في إجماع إنه ما يكون في بالتحديد إنه هيدا النادي هو يشمله القرار الوزير وهيدا النادي ما يشمله. أنا بأيد أستاذ جودة شو قال إنه ليش وقتها كان شانفيل ليش بالحكمة لا ما في شانفيل وحكمة ومتحد ورياضي وعمشيت وبيبلوس وأنيبال
وانترانيك وبيجلي واكس ايكغريك زد، لازم يكون قانون واضح يشمل الجميع وما يكون في تمييز ولا امتياز لنادي على غير. منتصف الاسبوع الماضي رح نشوف صور عن منتصف الاسبوع الماضي، كان حصل بعد قضيه جوليان الزوح حصل اجتماع للانديه دعت لها انديه الدرجه الاولى خمس او ست انديه، طبعا هذه الصور من الارشيف، واجتمعت ست انديه لاعلان رفض مشاركه اللاعب جوليان الزوح مع الحكمه ببطولة لبنان، وهي أندية الشانفيل الرياضي المتحد هوبس وعمشيتو بيبلوس، وغابت أندية الأنترانيك أنيبال زحلي وبجي وبالتأكيد الحكمة. الاجتماع أسفر عن إصدار بيان أعلنوا فيه تضامنهم مع قرارات وزارة الشباب والرياضة بمنع إصدار بطاقة للاعب الزوح بتخوله يلعب ببطولة لبنان. طبعا الأندية الستة طلبت باحترام اتحاد كرة السلة وتنفيذ قرارات الوزارة بعيدا عن النوايا الحسنة اللي دفعت الاتحاد لإصدار بطاقة للاعب. طبعا كل هالأمور صارت بغياب تام لاتحاد كرة السلة يلي رح نحكي بعد الفاصل الإعلاني أكثر نحن والأستاذ جهاد عنه، هالاتحاد اللبناني يلي بدل ما يكون عنده قرارات صارمة إما الاستقالة في حال ما عجبوا القرارات يلي عم تصير، أو أنه ياخذ قرار ويخبط إيده أو إجره بالأرض. ولكن هالاتحاد مثل ما عودنا دائما من إدارة المنتخبات لاتحاد كرة السلة فشل وراء فشل. للاطلاع أكثر على كل الأمور يلي عم تصير معنا رئيس نادي هوبس جاسم أنصو. صباح الخير سيد جاسم. صباح الخير، انعاد عليكم، تحية لك ولصديق أستاذ جهاد. جاسم، السؤال المطروح اليوم انه مثل ما عم يتفضل ويحكي استاذ جهاد عم بيقول بالحوار بركي مع الانديه، بركي هالقرار بيشمل كل الانديه، الامور ممكن تروح لحل بقضيه اللاعب جوليان الزوح المنضم حديثا لنادي الحكمه. يعني هلا سمعت المداخله والاستاذ جهاد عم بيحكي قانون بشكل مدروس، وحكيت وسبق وحكيت كثير انا وياه للاستاذ جهاد هذا الموضوع. والهدف الاساسي اول شيء لازم يكون تحييد الانديه، انه هي الانديه تفوت ببعضها، لانه اليوم عندنا مثل ما بتعرف عندنا بطوله جاي، عندنا منافسه كثير حاده. لازم هدفنا الاساسي انه نحيد الانديه وتخلي الدوله، الوزير، الجهات المختصه هي تهتم بهذا الملف 100%. انا برايي اليوم لما اجتمعت الانديه كان في صرخه سياسيه اكثر من هي فنيه بحت، يعني عم نحكي اليوم بالسياسه، هلا صحيح الرياضه لازم نحيدها عن السياسه، بس بهذا الملف كان في صرخه انه كل الناس مع يعني انتبه مع قديش يعني اهميه جوليان وانضمامه لنا قديش مهمه ومثل طاقه اضافيه للباسكت ومع محبتنا لنادي الحكمة وانتبه وعفانين كثير منيح انه النوايا كثير صافية عند الكل. اليوم في خط احمر هو كان الاساس للاجتماع ولا حتى نقول لا نحن انه هيدي القضية اكثر اجتماعية لبلدنا من رياضية، يعني اليوم شكل هيدا الشكل من الاشخاص بغض النظر قديشهم هن جيدين ولا لا، راحوا لعبوا بفلسطين المحتله ورجعوا على لبنان، نحن لازم نقول لا بطريقه ما، انه صحيح في معقول مكسب كثير مهم لنا لبلدنا، بس لازم حدا يقول لا، ولازم الكل يتحرك يقول لا، لانه شكله له مردود سياسي بشع، مثل كانك عم بتسقف مجتمعك انت تقول يا جماعه صارت هيدي الشغله سهله. صحيح نحن معقول الشرعه الاولمبيه والامور هيدي نتاثر نحن بالقانون فيها مظبوط، بس ما نحن كمان هيدا العدو عم تأثرين نحن بدماء وشهداء ومجازر، بعتقد فينا نطلع من الرياضة هون بس بهيدي الحالة. أنا مستعد تفوت بأي ملف، وبعتقد كل الأندية مستعدين تفوتوا بأي ملف بيخدم إن كان الباسكتبول، وهذا الشيء نحن معروفين عنه يعني. طيب جاسم، والحل جاسم الحل هلأ الأمور رايحة بركي لاجتماع مع الوزير الأسبوع المقبل، بركي للموضوع الشرعة الأولمبية اللي صار على المحك مثل صح، يعني لوين رايحين انتوا؟ بدي قرار حاسم. انا برايي مثل ما بقول السجهات انا معه، بركي لازم نلاقي اطار قانوني ينحل الموضوع عند الوزير، لازم يكون في قرار سياسي وقانوني، مش بس نقول قانوني فقط، لانه في سياسي اليوم، انت اليوم ما فيك هذا الموضوع تمره هيك بسهوله. ايه لازم نحط سقف لحتى اخر شيء، وطبعا نحيد الانديه تفوت ببعضها، لانه هي الانديه هدول كلهم اخوه بين بعض، ما لازم نفوتهم بعض، لازم حدا اطار اكبر منهم يرعى هيدي القصه، في دوله لبنانيه هي لازم تاخذ كمان حجمها وتاخذ
مثل ما بيقولوا خطوات تجاه هذه النقطة هاي، لأنه هي مثل من الأشياء المفصلية بهالبلد. بدنا نشوف، لأنه هيدي بقى تفتح مجالات على كتير أمور. واضح، شكرا لك جاسم أنصو رئيس نادي هوبس على هالمداخلة. بس بدي أكد أنه كنا أجرينا اتصال، حاولنا الاتصال بمعالي وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، يلي يبدو أنه صعب الاتصال في خلال اليومين الماضيين، على أمل اللقاء معه الأسبوع المقبل لأبداء وجهة نظره. أستاذ جهاد، حكينا بالشق القانوني، بدك تتفضل وتقلي هيدا الموضوع مثل ما عم بقول جاسم لا يمكن أن يتجزأ أو يكون بعيد عن الموضوع السياسي الاجتماعي بالنسيج اللبناني. مشان هيك الإطار يلي بده يحل هذا الموضوع هو إطار قانوني. رحنا بالنهاية دولة قانون، دولة قانون، وسبق وتعاملت الدولة اللبنية وكافت أنواع المجتمع وأطيافه مع هيك مواضيع، وهذا المواضيع كان إلى حل بالقانون، وخلي الحل يكون قانوني. يعني بعدة قطاعات غير الرياضة صار في مشاكل من هذا النوع، وكانت الدولة هي الحكم بالنهاية. لشو في دولة ولشو في قضاء؟ يما بده يكون في دولة وقضاء ونحتكم كلنا لدولة المؤسسة هي اللي كلنا عم ننادي لها، وهي دولة المؤسسة والقانون. إذا بقول هذا الشيء غلط يعني غلط، إذا هذا الشيء بقول بالقانون ما له مسؤولية، القانون ما بيلحظه، بدنا نحترم هالقرار. هيدا طبعا الوجهة النظر يلي تحدث عنها الخبير والمحاضر الأولمبي بهيدا الموضوع أستاذ جهاد سلامي، وطبعا كان في إلنا رأي للأندية. وبالنهاية هالموضوع حتى اختم هالملف موضوع جوليان أزوح، أكيد عندنا مواضيع تانية بالحلقة ما نحكي عنها، القضاء والدولة اللبنانية، وزارة الشباب والرياضة مع الأندية هي الجهات المعنية الرسمية لأنه تبت بهذا الموضوع الأسبوع المقبل. فاصل إعلاني قصير ومنتابع حلقة الأولى من برنامج دانك لهالموسم. عودة لمتابعة الحلقة الأولى لهالموسم مع الخبير الأولمبي جهاد سلامي. بس للتوضيح، كنا أجرينا عدة اتصالات مع عدة شخصيات ليطلعوا ويحكوا بهالموضوع، يبدو أنه أكثر من شخص منه حابب يحكي بهالموضوع، وأبرزهم مدرب نادي أشيونفيل غسان سركيس، يلي حاولنا مدرب منتخب لبنان يلي حاولنا أنه ناخد رأيه بهالموضوع، ولكن غسان رفض أنه يحكي وقال اللي عندي حكيته خلي غير عندي تحكي. بس للتوضيح، وأكثر من اتصال رح نحكي عنهم عن هالموضوع. وإلى فقرة بموضوع جوليان أزوح، كنا قديه بتأثر، ختمنا هالملف ولكن بدي فوت بموضوع الانتخابات من جوليان، قديه بيأثر هالموضوع على التحالفات والانتخابات والطبخة الانتخابية الكبيرة؟ حتما رح يأثر. أوف، حتما رح يأثر. هلأ بنحكي بملف انتخابات. كيف؟ ما عندك فكرة الانتخابات؟ فكرة الانتخابات بنحكي فيها. وإلى فقرة ال 24 ثانية يلي الضيف بيحكي فيها ب 24 ثانية فقط لغير. السؤال الأول بيقول له لجهاد سلامي بفقرة ال 24 ثانية، كنت باجتماع غدا مع أمس، يعني الأمس مش ضروري الأمس، يعني بالأمس القريب، مع رئيس نادي ورئيس اتحاد سابق، هل كان هذا اجتماع انتخابي متتالي؟ حتما كل اجتماعات هلا اجتماعات انتخابيه، ما بنحكي الا انتخابات هلا. كيف بس مش بس تبي انا ما لي شهرين بهالمنوال، يعني تكون صريح معك، انا من 1 ايلول لغايه اليوم صار في 10 انتخابات لاتحادات، انا مشارك بصنع قراراتهم كلهم ومكمل على الاتحادات بقول انا عندي رؤيه رياضيه، ومن موقعي لازم يكون عندي كلام اقوله بكل انتخابات كل اتحاد، وموقعي انا بيحتم علي يكون لي حضور بهالاتحادات. سؤال ثاني بال24 ثانيه، عم تخوض بنفسك الاتصالات لتشكيل اتحاد جديد، وشو هي الكلمه الاولى اول ما تفوت على الاجتماعات؟ انا عم بنفسي، لا انا عندي رفيق عم انا وياه عم نتساعد بخوض بتشكيل حو استاذ جون همام، انا وياه عم نتساعد على وضع تصور لكيفية خوض انتخابات معركة كرة سلة، وبالاجتماعات إن كان على مستوى فردي ما على مستوى جماعي. أنت عراب أو أنت مع فكرة اتحاد حتمي للتكنوقراط؟ حتما، أنا أحد الأشخاص اللي عنده هالفكرة، مش لوحدي، في غيري عنده هالفكرة كمان، بس أنا من الأشخاص اللي داعمين جدا لهالفكرة وعم بيشتغل لها.
بس تكنوقراط يعني بتكون عم يعني باخذ لك من ال 24 ثانيه وقتك مش وقتك. الدكتور روبير ابو عبد الله وجورج بركات هم المرشحين المعروفين حاليا، هم منهم تكنوقراط. نحن قلنا يعني انت ضد اثنين. انتبه، واضح انا بجوابي. تكنوقراط يعني اشخاص منهم بلجان اداريه للانديه، واشخاص منهم صقور بانديتهم بيجوا ما بيحكوا الا. برجع لهيدي نقطه حتى ما اكسر فقره البرنامج، شو يلي بيمنع نشوف وجوه جديده بالاتحاد، السياسيه سياسه ام المصالح الشخصيه؟ المصالح الشخصيه اكثر من السياسيه انا برايي. مصالح الانديه الشخصيه هي الوحيده اللي معقول تكون عائق امام وجود وجوه جديده بعالم كره السله. طيب هذه هي كانت فقرة ال 24 ثانية، ولكن لفتني موضوع التكنوقراط. شو بتقصد بتكنوقراط يعني؟ تكنوقراط أشخاص سلويين، سلويين شو بتقول أنت الكلمة؟ هن أشخاص عندهم بيع طويل بكرة السلة، كانوا يما مدرب يما إداري يما أشخاص خدموا كرة السلة، ما بينتموا اليوم للجنة إدارية من أحد الأندية الكبار يما أندية درجة أولى يما شيء، عنده فهم ومفهوم لكرة السلة وبيكون رأيه حيادة ويقدر وعنده تصور لمستقبل الكرة. يعني هيدي بنحكيها بالعمق وقت نفوت بملف كرة السلة، بس أشخاص يعني منهم منتميين للجان إدارية، يعني أشخاص ما بيجوا على الطاولة إلا ما يحكوا بأنديتهم، لأنه ثلاث أرباع المندوبية الأندية درجة أولى ما بيجوا إلا ما يحكوا بمشاكل أنديتهم، ومش هيك ما بيتقدم عمل اي اتحاد. مجرد ما يكون في اشخاص منو مصالحهم كنادي موجوده على طاوله الاتحاد بيقدروا يكونوا منفتحين اكثر على كافه مواضيع بتطرح بلجنه اداريه. استاذ جهاد، موضوع الاتحاد طبعا اليوم اول شيء الاسماء او اللائحه لاي متى لتعلنوا عنها؟ هلا الاتحاد من يومين تدعي الانتخابات. انا بمفهوم الانتخابي على طول بكل المعارك الانتخابيه اللي بعملها، انا بعرف انه انا شخصيا بشتغل الانتخابات قبل 7 ايام، قبل 10 ايام مش اكثر، لينعلن مين هو. عادة هيك بتصير الانتخابات، هلا بتعمل اتصالات وبتجوج وبتطلع، بس عادة المعركة بتكون قبل اسبوع ماكسيموم قبل 10 ايام مش اكثر. سجيهات، شو حظوظ الفرقاء او الافرقاء؟ فتنا بموضوع الانتخابات؟ فتنا يعني ما خلصت فكرت 24 ثانية؟ لا هلا عم نحكي نحلل. عظيم، تفضل لك هلا بنفوت بوضع الانتخابات اليوم. خلينا نكون، والصراحة اللي عم تحكي فيها يعني الكل تعود على صراحتك. عندنا الأستاذ جورج بركات رئيس الاتحاد، عندنا الدكتور روبير أبو عبد الله، وفي أسماء يعني بعدها ملغومة. ما بدك اسمح لي كون صريح. ايه؟ بمقدمتك اللي قلتها هلأ أنت حكيت عن تقاعس اتحاد كرة سلة مرارا وتكرارا وكل شيء. أنا من الأشخاص يلي بأنه مختبر العمل الإداري ومختبر المعاناة اللي بيعنوها الإداريين، أنا بقول لها الشخصين بالتحديد إذا ولا اتحاد كرة سلة الله يعطيهم العافية والله يقويهم، لأنه مش هين أبدا المرحلة اللي مرقوها قبل والتجاذبات اللي كانت عم تكون. نحن ببلد منه هين، نحن اليوم عم نفكر كلنا، نحن كلنا رياضيين، كلنا عم نشوف كرة سلة الدولية ومنا نطبقها بالمنظر اللي بنشوفه على كياننا على لبنان. نحن لازم ما لازم ننسى أنه نحن اليوم بدولة متقطعة مشرزمة ما فيها تمويل، ما فيها تخطيط، ما فيها شيء على مستوى كافة كل شيء، وبالتحديد بهالقطاع في اتحاد عندهم الجرأة اللي هن متطوعين انه يجوا يعطوا من وقتهم وينسبوا ويتبهدلوا ونتهمهم بكافة انواع الاتهامات. مش دفاعا عنهم، في مطارح انا بلومهم، بس ما فينا على طول بالمطلق نقول اتحاد فاشل، وما فينا على طول هالاشخاص نحطهم وكأنه هن مستهدفين احنا لازم نحكمهم. هو اشخاص عم يعطوا من وقتهم من مالهم الخاص من جهدهم كل شيء، وبيشوفوا الامور من منظر معين، وصدقني اللي بيكون قاعد جوا مش مثل قاعد برا. طيب. وبيشوف تدخل او بيشوف تدخلات اللي بتيجي اوقات، بيشوف كميه المشاكل. انا برايي مش مين ما كان بيقدر يواجه هيك شيء. طيب هدول الانديه كيف بدهم يحموا استثماراتهم اليوم؟ بطوله لبنان بالباسكتبول عم يجي يقول لك انا بقول لك كيف ثلاث اربع ممولين ملتقى فيهم، اذا بيكون هيك اتحاد بده يكون يقود اللعبه فلين. انا رح اقول لك كيف الانديه بيحموا استثماراتهم. الاستثمارات تحمى كلها وقت يصير في قانون نظام عام للاتحاد بيحدد الأطر الدقيقة والباخة والفاصلة والنقطة لكل شيء عم يصير بعالم كرة سلة. وهذا الموضوع ما بينحط مرة واحدة وبيكون خلاص هو مثل دستور، لأنه الإنسان بيتفاعل مع التطورات، ولازم يكون في لجنة
على طول باي اتحاد بيجي لجنه تواكب تطوير النظام، وما يكون هذا النظام مقيد شوي بخليني شوي بتركيبه، لانه هذا اتحاد كره سله غير كل الاتحادات، ولازم تطور انظمته فوق تطور انظمه التواكب. يعني اليوم ما في مرسوم بس يحد هو نظام كره سله كيف بده يكون. نظام كره سله هو نظام اليوم في استثمار كتير كبير، ما حدا عم يسترجي يقارب هذا الموضوع بنظام الاتحاد. ما حدا لغايه اليوم تجرأ استاذ ابراهيم يقول انه احنا نظام احترافي، كنا عم نتخبى وراء اصبعنا طبيعي. كنا بنقول اليوم انه احنا عم ندفع، مشان تنتبه بدي اقول لك اكثر من هيك، الانديه تقدر تاخذ مصاري اليوم من الدوله وتروح على ديوان المحاسبه وما تنكمش، وهيدي عم اقولها انا امام التلفزه وانا مسؤول عن كلمه بتقول، بيقولوا عم يعطوه بدل للاعب تنقلت، لانه اذا بيقول انه معيش بينطال من الضمان وبينطال من 100 مؤسسه بالدوله بتوقف لك كل عملك. يجوز انه نحن اليوم بدوله ما ننطالب من انديه انه تعمل باسكتبول، وما ننطالب من كل العالم انه تستثمر، وما ننطالب وما في قانون بيحمي هالاستثمارات كلها، وما بيحمي هالانديه من القانون الماليه تبعولتنا ومن ديوان محاسبه يلي بيقول لك اذا بتدفع معيش بدك تفوت بالضمان، انت مطلوب من الانديه تفوت على الضمان. هذا الموضوع كارثه، ما حدا يحط المسؤوليه بس على الاتحاد، في مسؤوليه دوله ما عم تواكب تطور كره السله، في مسؤوليه وزاره، في مسؤوليه قانون ماليه، هيدا كل هالمسؤوليات كلها عم تكربج العمل. في سابق ايه كثير، ولكن خلينا نكون واضحين هذا الموضوع. والى فقره نعم ام لا يلي بحبها الجمهور كثير مع الاستاذ جهاد سلامه. بنعم ام لا ما في اجوبه كثير، في كلمه. تفضل. السؤال الاول بفقره نعم ام لا بيقول لك تضايقت في حاله تخبط من القرارات التي مر بها الاتحاد الحالي. نعم. تحضر السؤال الثاني، تحضر لمفاجأة بخصوص اسم رئيس الاتحاد الجديد. نعم. السؤال الثالث بفقرة نعم أم لا بيقول لك أنت مع عودة جان همام إلى رئاسة اتحاد كرة السلة. كلا، لأنك خلصته بالأولمبي. السؤال الرابع والأخير بيقول لك بعد جهاد سلامي وجون همام بات وديع العبسي ثالث المؤثرين في الانتخابات بكل الاتحادات، لأنه عم يساعد الرياضة، مش مؤثر مباشر، مؤثر من خلال احترام لإله. تحضر لمفاجأة بخصوص اسم رئيس الاتحاد الجديد وكأنك استبعدت المطروحين. لا، مفاجأة. مفاجأة مش معناتها أنه استبعدت حدا المطروحين، مفاجأة يمكن تشكل مفاجأة، الكل متصور اسم، إذا أجلت اسم التاني بيكون في مفاجأة للبعض. مين مرشحك أنت؟ أكيد ما رح تقلي لك من السؤال أنا عم بسأله، يعني بس أنه هيك وحيلة متنة أو شمالة أو بيروت لبناني. أو جنوبي. أنا مرشح أول شيء لبناني عايش بلبنان. اثنين، أنا لحديث اليوم أنا واضح بموقعي وبموقفي بهالموضوع. في اسمين اليوم مطروحين أكثر، هني دكتور روبير وأستاذ جورج بركات. أنا شخصين بعزهم وشخصين بلقيوا في عندهم الكفاءة أن يكونوا مع ليحة تكنوقراط موجودين بأي موقع كان يقدروا يخدموا كرة السلة بأي موقع كان. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني ما بستثني أحدهم، أي أحد أي شخص اسم منهم لخوض غمار كرة سلة، وما بسمح لحالي أنا اليوم أقرر لوحدي مين الشخص اللي لازم يكون، لأنه إحنا في مجموعة، وأنا بتأيد باستراتيجية وضعتها هذه المجموعة اللي إحنا متفقين على استراتيجية. بالتالي أنا ما فيني أنفرد اليوم وسمي يما أطلع خارج الإطار الاستراتيجي اللي إحنا وضعينه لوضع خطة كاملة لهالموضوع. بس أنا بقدر أقول لك إنه شخصين عندهم كفاءة. اجتمعت بأحمد الصفدي رئيس نادي المتحد ورئيس نادي هوبس جاسم أنسو بأوتيل الحبتور من حوالي الأسبوع أو 10 أيام. صح. كيف كانت الأجواء؟ كتير كتير إيجابي، كتير جدا، صرحنا بكل المواضيع وكان جلسة نقاش واتفقنا على عدة خطوات ومشينا على هالخطوات مبدئيا تنقدر نوصل للخاتمة اللي الكل بيرضوا إنه الكل راضيين. برأيك رايحة لمعركة ولا توافقية؟ نحن نسعى للتوافق وسنسعى حتى الثواني الأخيرة للتوافق، اللهم إذا ما قدرنا ساعتها بيكون في معركة. واحدة من فقرات البرنامج بطولة آسيا، النادي الرياضي يلي كان لعبها وما قدرت تتكفى هالبطولة، فتم تأجيل فينال بطولة آسيا إلى موعد قد يكون ب 15 نوفمبر الشهر المقبل، فتقرير بلخص وضع هالبطولة. صحيح أنه بطولة أندية آسيا اللي استضافها النادي الرياضي ما انتهت لهلأ بسبب تأجيل المباراة النهائية، إلا أنه فينا نقول أنه النادي الرياضي كانت سيطرته واضحة عليها بكل المباريات اللي خاض وصولا للمباراة النهائية. وصحيح أنه المستوى الفني ما كان عالي وما بيليق بمستوى بطولة بهالحجم، إلا أنه الفريق الأصفر أكد أنه كان حاضر ليرفع الكأس مرة تانية على التوالي وعلى الخصم ذاته فريق مهرام الإيراني.
الكل كان ناطر مباراة الفريقين اللي جمعتهم بالدور الأول على اعتبار أن المباراة الوحيدة اللي رح يكون فيها تقارب بالمستوى، إلا أنه المفاجأة كانت بالتفوق الكبير للفريق اللبناني اللي حسم المباراة بفارق 25 نقطة وكان ممكن تنتهي بفارق أكبر. والكل ناطر الموعد الجديد للمباراة النهائية اللي تأجلت بسبب الأحداث الأمنية بلبنان، لكنها رح تصير بالعاصمة بيروت منتصف الشهر الجاي على الرغم من المحاولات الإيرانية لنقل العاصمة عربية تانية تحت حجة الوضع الأمني. فريق مهرام هدد بالانسحاب، ورئيس الاتحاد الإيراني محمود مشحون هدد بترك رئاسة اتحاد غرب آسيا وسحب المشاركات الإيرانية من البطولات الآسيوية، لكن الاتحاد القاري ما بيمشي بالتهديدات، والجمهور اللبناني وخصوصا جمهور الرياضي ناطر على أحر من الجمر ليرفع الكأس الغالية على أرضه ورئيس وجام جارودة على الأكتاف. يعني على أمل الفريق اللبناني النادي الأصفر النادي الرياضي أنه يحقق لقب بطولة آسيا، بطولة لبنان يلي كانت تأجلت للأسبوع المقبل، هالبطولة يلي كان الكل ناطرة والاستثمارات الكبيرة يلي محطوطة من قبل أندية الرياضي الحكمة عمشيت بيبلوس، أندية كلها طبعا المتحد، أندية كلها وضعت استثمارات كبيرة وكانت ناطرة بدء بطولة لبنان، فتم تأجيلها الأسبوع المقبل. استجهاد ممكن تتأجل بعد ولا لا؟ ممكن. ممكن تروح تأجيل تاني؟ ممكن. فكرمال هيك ما راح نحط جدول مباريات الأسبوع المقبل، خلينا نشوف تقرير صغير بلخص وضع الفرق ببطولة لبنان ومنرجع. بعد تأجيل بطولة لبنان لأسبوع واحد بسبب رفض 6 أندية مشاركة اللاعب اللبناني الأسترالي جوليان قزوح مع الحكمة اللي عم بيصر على إشراكه، من المتوقع أنه تنطلق البطولة اللي كلنا ناطرينها السبت الجاي. وبالتأكيد بطولة هالموسم مش رح تكون عادية لوجود حوالي 6 أندية قادرة أن تنافس على اللقب، منها بطبيعة الحال الشونفيل البطل مع مدرب الثعلب غسان سركيس والقائد فادي الخطيب، ومهمتهم بالحفاظ على اللقب مش رح بتكون سهلة لأنه الكل ناطرينهم، وبالمقدمة النادي الرياضي اللي جهز حاله ليستعيد مركزه الأول بفكر أوروبي مع مدربه الجديد سلوفيني سلوبدان سوبوتيش، ومتسلح بالمعنويات بعد إحرازه دورة حسام الدين الحريري وتفوقه على الفرق الأسيوية. ومن بعيد راجع فريق الحكمي على حصانه الأخضر تحت قيادة صانع الأنجازات فؤاد أبو شقرة اللي اشتغل كل الأشهر الماضية على تركيب فريق قادر يحط الحكمي من جديد على قمة السلة اللبنانية. ومن طرابلس راجع اسم المتحد وصيف البطولة مرتين ليقول أنا موجود، ومش بعيد عنه بيبرز اسم بيبلوس اللي دعم صفوفه ليواصل مسيرته التصاعدية، فيما أعلن جاره بجبال فريق عمشيت الحرب على المواقع المتقدمة من موسمه الأول بعالم الأضواء. أما أنيبال فهو الفريق اللي تخلى عن لقب الحصان الأبيض بعد ما رفع الرأي وسلم نجوم الفريق لأخصامه بسبب عدم وجود الميزانية اللي كانت مرصودة بالموسم الماضي. أما هوبس فمثل العادة دارس خطواته وأهدافه واضحة ليكون بين فرق الوسط، فيما رح يحاول الأنترانيكو بجي تحقيق أكبر قدر من النقاط والابتعاد عن المركز الأخير، ولو أنه بعد بكير على هالحكي. يعني هيدي هي الحلقة يلي كنا عم نحكي عنها بكل فقراتها، بيبقى فقرة شو تعليقك يلي الضيف بيشوف في الصورة وبيعلق عليها، ولكن قبل ما ناخذها لفتني شغلة كتير مهمة من أستاذ جهاد أنه ممكن تتأجل حتى الأسبوع المقبل. هيدا خبر يمكن واحد من سكوبات الحلقة وقال لي عندما كان عم ينعرض التقرير ممكن تتأجل أكثر. إذا الوضع حتما، إذا الوضع اليوم ما حدا رايد أنه يخسر فريق شريكه بالوطن، اليوم نحن 10 أندية المفترض نحافظ على كل 10 أندية، وما حدا رح يرضى أنه يأخذ أفانتاج بمطرح يربح على شريكه الثاني. بالتالي بدنا نضلنا قاعدين سوا تنلاقي الحل يرضي الكل ويفهموا الكل أنه القانون هو اللي بيحتم العلاقة بيناتنا. يمكن تأخذ شوية وقت بس بنوصل لآخر شيء نتيجة إيجابية للجميع، وإذا اقتضى الأمر أنه هذا الشيء يكون ياخذ اكثر من اسبوع، فليكن بين انك انت تخسر بطوله تبلش بطوله عرجه وبين انك تعمل بطوله مضبوطه، افضل انك تعمل بطوله مضبوطه وما تغامر انك انت ناديين يما نادي يما ممكن محلي. الاتحاد الجديد يقود البطوله؟ معقوله، ممكن جدا. اوف، فقره شو تعليقك منشوف الصوره الاولى ومنعلق عليها. الصوره الاولى بفقره شو تعليقك بتقول له لجهاد سلامي استاذ جون همام والاستاذ وديع العبسي. استاذ جون همام شخص بسويني. بسويني هو شخص بعالم الرياضه معروف، وانا بقدر اللي عمله لاتحاد كره الطائره ولنادي غزير ولموقعه الرياضي. استاذ وديع عبسي انا بشكره لكل شيء عم يعمله للرياضه بلبنان، لانه شخص صراحه
مش بس كرة سلة، مكسب للرياضة اللبنانية، لأنه عم بيساعد الكل دون أي تمييز. الصورة الثانية بفقرة نعم أم لا بتقله للمحاضر الأولمبي جهاد سلامة تالي. هو العنوان اللي أنا بشتغل عليه، هو العنوان اللي أنا بشتغل عليه، والشفافية الإدارية والشفافية المالية وإصلاح وتغيير. يعني هيدي الصور بفقرة شو تعليقك لليوم. الصورة الثالثة والأخيرة هي أنطوان شارتي، هو أستاذي رئيس اللجنة الأولمبية الحالي والأستاذ أنطوان شارتي. هون قد ما أحكي بكون مقصر، لأنه أنا إذا وصلت لهون من وراء شخص اسمه أنطوان شارتي، بعد ما فيني أقول أكثر من هيك، هو يلي صنعني. أستاذ أنطوان شويري بقدره، شخص عطي للرياضة اللبنانية وحتما شخص يقدر على اللي عطاه. أستاذ جهاد سلامة، الكلمة الأخيرة لإلك قبل ما نختم حلقتنا. أستاذ جون همام هو رئيس اللجنة الأولمبية المقبلة؟ أستاذ جون همام هو باستراتيجية اللي عملينا هو المرشح إنه يكون رئيس اللجنة الأولمبية المقبلة بعد اللجنة الحالية. ليه قلت لي ما بتمناه رئيس اتحاد الباسكتبول، علما إنه في بعض المطالبات فيه؟ لأنه الشخص اليوم بده ينجح بموقع معين بده يعطي وقته لهالموقع. إذا اليوم أستاذ جون همام مرشح يكون رئيس اللجنة الأولمبية وهو الأوفر حظا، حتما بده يعطي وقته لرئيس اللجنة الأولمبية. ما في يكون اليوم بموقع كرة السلة بموقع اللجنة الأولمبية، الاثنين بيتطلبوا وقت، بده ينقي بين الاثنين، هو اختار انه يكون باللجنة الأولمبية. انا بدي كلمة أخيرة منك قبل ما اختم، بدي اتشكرك على حضورك معنا. بعرف قد ايه هيدي الحلقة كان في مطالبات، بركي بتأجيلها، بركي بانه ما تطلع، بركي انضغط من ضغط على الطريقة اللبنانية، الا انك انت اصريت واحترمت البرنامج يلي بيحترمك وبقدرك وبحبك دائما انه تكون معنا فيه. انا بدي اتشكر حضورك معنا اليوم. كلمة أخيرة اذا بتحب تقولها. انا بتشكرك وبتمنى هالبرنامج على مدار موسم كرة سلة يكون على طول برنامج ياخذ كافة المواضيع بالمقاربة المضبوطة، وانت عودتنا على شيء، ويكون منبر لكل كافة الأطياف الرياضة بلبنان خاصة كرة سلة، ويسمع الآراء كلها. شكرا لك أستاذ جهاد سلامة المحاضر الأولمبي، مثل ما بتحب دائما انه ينادوا بهيدا اللقب لك. بدي اتشكر متابعتكم لهالحلقه، على امل اللقاء بكل المشاهدين الاسبوع المقبل. بدي اتشكر كل الحضور وبالتحديد طبعا بروديوسر البرنامج الزميل هاشم مكي والمخرج ربيع نخلي. الى اللقاء.